عقد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للقاءات تشاورية مع شخصيات وطنية لم تجعل الشارع يركض إلى السكون عن مطالباته بتغييرات جذرية في النظام الحالي. هذا الموقف تقاسمته أيضاً شخصيات سياسية عبرت بدورها عن رفض خطة طريق الرئاسة. حنا نقول بأن بن صالح لا يمثل شيء، بن صالح وللأسف يعني راهو راح يدير يعني نقاشات ويفتح نقاش مع أشخاص اللي ما يمثلوا حتى شيء وهو ما يمثل حتى شيء، وبالتالي فهذا التضييع فقط للوقت. انتهى عصر العصابة، انتهت صلاحية العصابة، انتهى وقت العصابة. بن صالح بدوي وكل مؤسسة وكل مشتقات نظام بوتفليقة ونظام العصابات سترحل مهما طال الزمن. الجمعة التاسعة خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة رافعين لافتات وشعارات تتقاطع كلها في المعنى رحيل ما أسموهم بالباءات الثلاث ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد. ما ناش قابلين بالانتخابات هذه اللي يهضروا عليها، احنا رانا ضد الانتخابات وضد العصابة هذه، لازم ترحل ايرجون. الشعب عيا، قالكم خرجوا راكم تعبدوه وما حبيتوش تطلقوا في الكرسي، روحوا خلي الشعب خلي لا جوناس تعيش. الشعب الجزائري كان مفترض به نهار 19 افريل يخرج يبكم للريزلتا تاع الفوت. اليوم خرجنا فرحين، شكون اللي كان يماجيني بلي اليوم الشعب اللي يخرج وراح بوتفليقة وتروح العصابة تاعو ان شاء الله. كل شبر من هذه الشوارع والساحات بالعاصمة تسجل في كل مرة مسيرات شكلها سلمي ولبها سياسي، فهل وصلت الرسالة؟